وللحديث أكثر عن تصاعد ظاهرة النزاعات العشائرية في ظل انفلات السلاح وانخراط عناصر الميليشيات فيها، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد السلام ياسين السعدي. حياكم الله دكتور عبد السلام. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك دكتور عبد السلام. يعني انفلات السلاح وصل إلى حد القتل بسبب مزاح شباب فيما بينهم كما تعلم. بداية، إلى ما ترجع أو ترجع هذه الظاهرة الخطيرة في الفترة الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر مشكلة انفلات السلاح بالعراق من أخطر وأعقد المشاكل اللي ظهرت بالعراق بعد 2003 وإلى يومنا هذا. نتيجة هذا الانفلات هي حوادث القتل اللي تفشت بالمجتمع، وهذه تشكل ناقوس خطر يدق على المجتمع بشكل عام. لكن إذا أردنا أن نتمعن بالتفاصيل أكثر، لابد من الإشارة إلى أن هناك أطراف مسببة لهذه الظاهرة، وأول هذه الأطراف هي غياب سيطرة الدولة على السلاح وتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب، وأهم من هذا هو وجود كميات كبيرة من الأسلحة بيد الفصائل والميليشيات والأحزاب السياسية المتنفذة. كل هذه الأطراف أسهمت بشكل كبير على تزايد هاي الظاهرة الخطيرة. نعم. يعني نشر هذا السلاح من قبل الميليشيات وتفشي هذا السلاح بشكل عام، هل هو يعني للربح المادي أم يتم إفشاء هذا السلاح بشكل مقصود لهدف ما؟ الاثنين معا. الربح المادي طبعا في تجارة الأسلحة بصورة عامة في كل أنحاء العالم هي بها ربح مادي كبير، فتستفاد بعض الفصائل المسلحة والجهات السياسية المتنفذة من ممارسة تجارة السلاح للاستفادة المادية ولتثبيت نفوذها في العراق أو بالمشهد السياسي. أما من الناحية الأخرى فهي الدولة، غياب سيطرة الدولة على الأسلحة وتداولها بهذا الشكل وبهذه الكميات الكبيرة الموجودة بالمجتمع، هو هذا أيضا سبب آخر. نعم، يعني في ظل ما تحدثت عنه يعني وقلت تقصير الدولة لربما لعب دورا في هذا الموضوع بالإضافة لتعاطي المخدرات، ولكن كما تعلم الحكومات يعني المتعاقبة منذ سنة 2003 وحتى الآن تعد من ضمن وعودها هو حصر السلاح بيد الدولة. في أي سياق يمكن وضع هذه الوعود إذا يعني حتى الآن منذ 20 عام لم يتم ضبط السلاح؟ أخي العزيز، الدولة عندما تضعف وقوانينها أيضا تكون ضعيفة، تحاول العشائر والفصائل المسلحة والجهات المختلفة من ممارسة البديل عن الدولة. فمن الطبيعي أنه هناك جهات وفصائل يعني مسلحة وجهات سياسية متنفذة تحاول أن تكون هي البديل عن الدولة، وإحنا شفنا ممارسات كثيرة من تهديد حتى رئيس الوزراء ومن تهديد وزير يعني الداخلية وتهديد لرئيس مجلس النواب. يعني هاي كلها ممارسات هي فرص لغياب الدولة بحصر السلاح بيدك. نعم. فهذه طبعا أيضا هم كان الدولة تكون هي سبب فيها. وراح يعني أعطيك على سبيل المثال حصة العشائر على الأسلحة من قبل الأنظمة السياسية تحت عناوين الحشد العشائري، الإسناد العشائري، الصحوات، أو عن طريق بعض الفصائل المسلحة والأحزاب المتنفذة. هذا كل استمالة للسلطة من أجل تثبيت قواعد النظام السياسي وحاكميته لهذه الأطراف، مما جعل بعض العشائر تشكل تهديد للأمن السلمي وتطاول على الدولة ونظامها الديمقراطي وممارسة سلطتها وتثبيت وجودها بجميع الطرق الإرهابية على سلطة الدولة. نعم، يعني تلاحظ دكتور عبد السلام، هل هناك
نية حقيقية لضبط هذا السلاح بيد الدولة حصرا وحصر هذا السلاح بيد الدولة من قبل الحكومات المتعاقبة، أم أن وعودها لا تتخطى لربما البروباغندا الإعلامية؟ هي تعلم مسبقا أنها لا تستطيع ضبط هذا السلاح. احنا رأينا يعني وعود رئيس الوزراء، يعني وكان آخر رئيس وزراء هو محمد الشيع السوداني، سهل عمل بإطلاق الكثير من الوعود المتعهد بإنجازها، ومن هاي الوعود هو حصر سلاح بيد الدولة وإنهاء وجوده خارج صلاح يعني نطاق الدولة، وشكل لجان دائمة بوزارة الداخلية، وقد لكنه أثيرت كثير من الشكوك حول قدرته على الوفاء بهذه الوعود. ليش؟ لأن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لدى الفصائل المسلحة ولدى الأحزاب المتنفذة اللي يتواجد بها هاي يعني كثيرة جدا وتقدر بالملايين. هذه الأسلحة هي ديمومة بقائها والتحكم بالمشهد السياسي، فلا نرى أي تحسن في هذا الملف، بل نرى عجز أكثر وأكثر يزداد يوم بعد يوم في حصر السلاح بيد الدولة. نعم، يعني أيضا ذكرت دكتور عبد السلام أن لتعاطي المخدرات دور في انتشار السلاح، ولكن ما الربط بين الأمرين؟ ما فهمت السؤال. ذكرت قبل قليل أن يعني تقصير الدولة بطبيعة الحال والميليشيات وأيضا تعاطي المخدرات كان له دور في انتشار السلاح. تعاطي المخدرات هذا يعني هذا الأمر كيف أثر في انتشار السلاح؟ الشباب يعني احنا نقول صنف الشباب لما يكون في حالة غيبوبة، فإنه وجود السلاح يعني وجود السلاح والمخدرات يزيد من تعاطي الجريمة. فعندما يغيب العقل وتعاطي المخدرات بكثرة، يعني عدم سيطرة الدولة على 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 المخدرات أصلا، فعندما يتداولها الشاب وفي إيده سلاح، طبعا من الطبيعي أنه تكون هناك جرائم كثيرة يقوم بها وهو غالب عن الوعي. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد السلام ياسين السعدي، شكرا جزيلا لك.